السلام عليكم مباشره من محل الكهميزات فتح عين سبع. وقفنا اللايف الاول لان كان واحد لا بروبليم في لا كونيكسيون، الحمد لله حليناه. اهم معلومه اللي دوينا عليها في اللايف في الاول هو ان الباك ديال المبيخره اللي كتكون من جوج ديال لي بونبونيغ بحال ما هذه اللي كنبيعوا لكم فقط ب 50 درهم، وكيتكون من الباك ديال المبيخره الثمن ديالو ل 190 درهم، غيكون متوفر ان شاء الله نهار الجمعه او السبت والحد. المهم الويكاند ان شاء الله 100% غيكون ديسپونيبل. مرحبا بكم. بالنسبه لهذا الباك هذا اللي 120 درهم، غنعاود نكرر ان اللي مازال مهتم به راه قرب يسالي، قريبا غيسالي، دخلت فيه واحد الكميه قليله هذه البدايه ديال هذا الاسبوع هذا، جي بروفيتيو فيه. كتكون من جوج ديال لي بونبونيغ رائعين، شوفوا اللهم بارك كي دايرين، هذه راه بوحده الاخوان غتلقاوها في بلايص اخرين ب 60 درهم. حنا هاد الباك كامل كنبيعو لكم ب 120 درهم، والله الا فابور ما نقولوش فيه تخفيض ديال 50 ولا 40%، راه واصل واحد التخفيض فيه حتى 70%، اذا عوض 300 ولا 280 كنبيعو فقط 120 درهم، جيو بروفيتيو فيه. وعندنا لكم واحد لا بونبونيغ اللي كتعتبر ارخص بونبونيغ على الصعيد الوطني لحد الساعه، صراحه حطمنا الروكور في الثمن ديال لا بونبونيغ ديال الكريستال. ما كايناش لا بونبونيغ ديال الكريستال قل من 50 درهم الا عند ميزات فاتحه، كنبيعوا لكم هاد لا بونبونيغ تبارك الله كي مديره فقط ب 600 ريال 30 درهم، واللي كبر منها ب 50 درهم، وكاين عندنا الكبيره ديالها ها هي الثمن ديالها 70 درهم، وهادو ديال 70 درهم راه فيهم بزاف ديال الزواقات، كاينين فيهم اربعه ديال الزواقات، عزلوا وتخيروا مع راساتكم. الناس اللي بغاو يسكرينيو ها الزواقه الاولى، ها الزواقه الثانيه، شوفوا اللهم بارك، وها الزواقة الثالثة، كاملين زوينين صراحة. هذه الزواقة الثالثة، وكاينة هذه هي الزواقة الرابعة. مرحبا بكم مباشرة من محلكم هميزة فتيحة عين سبع. شوفوا معايا هذا الباك تبارك الله، خداته واحد السيدة غير البارح، كنظن البارح انت خداته، وعجبني بزاف. وديما هاد القضية كنديرها، كتدخل شي سيدة للمحل كتصوب شي باك وكتشريه، إلا عجبني وكتحاضر في المحل كنقول ضروري نبارطاجيه مع الكليان ديالنا. هاد الباك هذا الرائع فيه هو ان كاع السلعه اللي فيه الجوده ديالها عاليه بزاف، لا من البراد لا من البلاطو لا من الكيسان. وثاني حاجه فيه اللي كتميزو هو الثمن. هاد الكيسان الاخوان اللي كيجيو بالدور بالارجنتي نورمالمون كيديروا 130 درهم 120 درهم، حنا كنبيعوا لكم فقط ب 85 درهم، ودائما كندوي على 12 كاس، كاين عندنا في الدوغي وكاين عندنا حتى في الارجنتي. شوفوا اللهم بارك، كاس ارجنتي كي مدير داخل فيه الدوغي رائع جدا وخيالي. الناس اللي معنا في اللايف دابا بارطاجيو معنا هذا اللايف عافاكم، عطيونا دي كومونتير زوينين، لان البارطاج ديالك غيزيدو الناس اكثر يشوفوا اللايف، يعني حنا غنستافدوا، وحتى اللي غيشوف اللايف ممكن يعجبو شي تخفيض اولا شي ارتيكل ويجي يديه. مرحبا بكم. كاين عندنا هذا البراد، هذا براد اناناسا، هذا ميد ان مروكو، كيتصوب فاس، رائع جدا صراحه. نورمالمون هذا البراد اذا دخلتي الانستغرام ولا مشيتي للمحلات سولتي عليه كيدير 400 500 حتى 600 درهم. هميزة فاتحة كنبيعوا لكم الكبير ديالو، اللهم بارك، جربوه جيبوه هنا ردوه لكم على الراس والعين. مرحبا بكم. واخر حاجة غنختم بها وهي هذا البلاطو، هذا اللي كيتعتبر بلاطو صراحة رويال 100%، وثيقوا بيا الاخوان اللي فيه تقدم عندنا وكيثيق في المحل ديالنا راه كننصحوا بهذا البلاطو هذا. راه تبارك الله هذا البلاطو راه غير ايشونتيون، عرفتي شحال هو في المحل هنايا، راه معمرو ما صدى ولا وقعت لي شي حاجة، هذا غير ايشونتيون ما كنبيعوش. وكاع الناس اللي داو الحمد لله شكروه. هاد نورمالمون هذا ديال تشاينا ماشي ديال تركيا، كيصبر تبارك الله وكامل كيجي بالدوغي، كاين عندنا في الموين وكاين عندنا في الكبير. الموين ديالو كيدير 130 درهم، والكبير هو هذا كيهز 12 كاس وجوج براد، اولا ممكن يهز براد و16 كاس، الثمن ديالو 170 درهم. مرحبا بكم. هو هذا الموديل ديالو، ها هو البراد، هو البلاطو، خيالي جدا صراحة تبارك الله، والثمن ديالو فقط 130 درهم. شوفوا اللهم بارك، صراحة لوحة فنية، فقط 130 درهم، راه بروموسيون رائعة جدا في هذا البلاطو هذا. مازال غنجيبوا جولة إن شاء الله على البريستيج، ومازال غنجيبوا جولة على المحل، وغنقول لكم دائما كاين واحد المفاجأة مخبينا لكم وما غنجبدوش دابا، ما غنسمعوها إن شاء الله حتى شهر 8 عاد غنسمعوها إن شاء الله. مرحبا بكم مباشرة من محلكم هميزة فتيحة عين سبع. كلشي كيعرف قبل ما نكمل السلعة اللي فيها لا بروموسيون، غنشوفوا اليوم لي بواط إن شاء الله، كلشي كيعرف أن هذا الكاس هذا كيتباع في المغرب كامل، كيتباع ب 70 درهم 80 درهم حتى 90 درهم. حنا هميزة فتيحة كنبيعوا لكم 60 درهم،
ولا عطيتونا دي كومونتير زوين ان شاء الله وبغيتونا نقصوا فيه في الثمن غنزيدو نقصوا لكم على 60 درهم، واخا هادشي صراحه امبوسيبل ولكن عندي ميزات فاتحه ان شاء الله ممكن غنزيدو نقصوا لكم. عطيونا كومونتير اللي بغى هاد الكاس هذا ديال 60 درهم ينقص في الثمن، اكتبوا لنا في كومونتير ان شاء الله وغنلبيو الطلب ديالكم. مرحبا بكم. اذا غنرجع لكم اللي داير السلعه اللي دايره طوندونس حاليا في المحل دابا، من بين السلعه اللي دايره لا طوندونس حاليا في المحل وهي الفرفاره جينيرال، وقربات سالا الاخوان قريبا غادي تسالى. هاد الفرفاره راه كبيره حيت كانت عندنا واحده صغيره قد هكا، هادي تبارك الله كبيره وكتجيب اليد ديالها من هنايا، فيها هنا ديال لي فيتيس وفيها حتى ديال شحال من دوره، المهم ديال الوقت وديال لي فيتيس. وعندنا هنا ما كتخدم وكتشعل، رائعه جدا، كتجي من لاماك جينيرال خياليه، والثمن ديالها فقط 139 درهم، 2800 درهم شحال دايره. ما نقولش لكم اتحدى لان هذا الثمن ما كاينش حاليا في السوق بهذه الجوده. جوج الحوايج خاصكم دائما تركزوا عليهم كندوي فيهم كل لايف، وهو الجوده والثمن، ماشي تبع لي غير الثمن، الجوده والثمن. راه كانت عندنا اكثر منها كنبيعوها بقل من الثمن، ولكن هذه تبارك الله كبيره ومليحه وكنبيعوها بثمن خيالي جدا حاليا فقط 139 درهم اللي هي 2800 ريال. جيو بروفيتيو فيها، راه الحمد لله غدا طايره وقربات سهله. هي هذه كيف ما كتشوفوا معنا الثمن ديالها 139 درهم اللي هي 2800 ريال. اليوم حضروا واحد لي تيرموس صراحه رائعين جدا، ما تنساوش الكيسان، راه غنديروا فيهم ان شاء الله واحد التخفيض ضروري ضروري، واحد التخفيض ان شاء الله تحت طلب شكليه اللي كانوا داوهم عندنا بهذا الثمن، غنعاودوا نردوا لواحد الثمن ان شاء الله اللي في التخفيض، وغنشوف الكيسان كامل اللي مازال ديسبونيبل عندنا. واليوم خصصنا لهذا اللايف هذا غندوزوا في هذه لي بواط هذو، علاش؟ لان بزاف ديال الكليان كاين عندنا دي كليون اللي كيتقدموا عندنا هذه السلعه ديال تركيا اللي هي ديال فولي لايف بلاستيك 100% صحي، كيدار في الفريغو كيدار في ميكرو هوند، كنبيعوا ليه باك، وبزاف الناس خارج كازا كانوا كياخذوه في لا ليفغيزون وما بقيناش بيناه، وعطاو صيفطوا لنا دي ميساج بغاو يشوفوه، وغنبارطاجيو معكم اليوم ان شاء الله. بيان سور ماشي كامل لانه فيه بزاف ديال لي موديل، ولكن غنحاولوا نشوفوا واحد العينه اولا واحد لابارتي من هاد لي بواط هادو اللي حاليا باقي فيهم ستوك بزاف. مرحبا بكم. ولكن الجديد الاخوان كاين عندنا في تيرموس، شوفوا التيرموس تبارك الله، هاد التيرموس الاخوان خوه نفسه يلاه مؤخرا كنت واقف عليه خارج كازا، بيان سور ماشي بانديانى، ماركه اقل جوده من بانديانى، وخديته ب 90 درهم. اليوم فاش شفتو في السوق ضروري نحضروا لكم، وحضرت لكم بواحد الثمن اللي خيالي جدا، وحتى التيرموس هذا ديال الوليدات رائع جدا، غنشوفوا كامل اونصومبل معنا. هذا التيرموس هذا الاخوان 100% اينوكس، كيشد السخونيه كيشد البروديه، كيجي معاه هذا من الفوق كويز ديالو. ها هو غزلان تقدر اختي تعاونيني تحل لي التيرموس، ها هو صافي صافي ماشي مشكل، كيجي معاه الكويز هذا، ها هو فيه واحد البوطون هنا ما كيتحل وما كيتسد، وهاد العيبه حتى هي حل لي هذه غزلان اختي عفاك، كاين هادي حتى هي كتحل هايا، كيجي من الداخل كامل ديال لينوكس، رائع جدا وكاليتي ديالو زوينه، في هاد الجزء من التحت ديال السيليكون صراحه زوين بزاف. غير زين التيرموس هذا خديت اقل منه جوده ب 90 درهم، وحاليا ميزات فاتحه حضرناها لكم فقط ب 55 درهم. والرائع في هاد التيرموس هذا هو انه ماشي صغير، هذا كيهز نورمالمون 500 ام ال يعني نص سيترو. كاين عندنا التيرموس تا هو زوين، شوفوا معايا هذا تا هو غير زين، تا هو اينوكس من الداخل ديال الوليدات الصغار، شوف كيفاش كيتحل، ديال المدرسه غيكون ان شاء الله غندخلوا فيه كونتيتي كثيره ان شاء الله في الداخل ديال المدرسه. مي حاليا راه متوفر، كاين في ثلاثه اللوينات، كاين في هذا الزرق هذا، وكاين في الغوز، وكاين في الاحمر، 100% اينوكس حل لي غير زين، حتى هو حتى هو 100% اينوكس من الداخل، زوين بزاف صراحه وكيخدم الوليدات. في هاد العباده ديال السيليكون، هادي راه كامله سيليكون الاخوان ماشي ديال البلاستيك، رائع جدا صراحه، والثمن ديالو غير زين حتى هو 55 درهم. دونك جو بروفيتيو فهاد لي تيرموس، راه زوينين ويستاهلوا، والثمن فيهم خيالي جدا. هذا فيه جوج اللوينات، فيه الكري وفيه هاد الغوز هذا، وهذا فيه ثلاثه اللوينات، فيه هاد الاحمر وفيه البلو وفيه هاد الغوز. مرحبا بكم. كاين عندنا لكم الكيسان، راه عاودوا توفروا حاليا 6 ديال الكيسان فقط ب 20 درهم، كاين عندنا السيبورا الثمن ديالها فقط 50 درهم ديال البورسولين، كاين عندنا الطبيسلات هادو اولا هاد لي بول، 6 ديال لي بول فقط ب 18 درهم، وكاين عندنا هاد الكاس رائع جدا الصراحه، هاد الكاس الاخوان كاس لا يقارن، خاصو غير يتمسح ونهار غير يتقادى ما غيعاودش يرجع. هاد الكاس الاخوان كيجي من لاشين اول حاجه،
الزاج ديالو رقيق، ولا قلبتوا على هاد الكاليتي هادي راها بروفيسيونيل كتباع غالية. حنا حاليا كنبيعو لكم 6 ديال الكيسان بحال ما هادو كبار ديال العصير فقط ب 40 درهم، غير هو الجودة ديالو عالية صراحة. كاين عندنا هذا هو الزاج ديالو ديال مصر، الثمن ديالو فقط ب 20 درهم، جيو تا هو فوزو به. دونك غنشوفو لي بواط خفن زربان. وليد وليد غنشوفو دابا ان شاء الله لي بواط خفن بالزربة، شوفو كاع لي موديل. كنحتاج ديما تشدي التليفون عافاك لان هاد لي بواط كيبغيو الديتاي. دونك بالنسبه لي بواط الاخوان كاملين كيجيو على شكل باك الا شي موديلات قلال. اول باك غنبداو به هو هذا الباك هذا. الزوين فيه هو انه ديال البليكسي كلاس، كيجيو فيه ثلاثه ديال القياسات، كتجي فيه هذه الصغيره وكتجي فيه المويان وكتجي فيه هذه الكبيره. شنو كيخدموا لي باك؟ كيخدموا بزاف د الحوايج. فيهم واحد الجلده هنا ديال السيليكون، هايا فيهم واحد الجلده هنا ديال السيليكون. اين فوق غتحطوا هذه الغطا بحال هكا كتوركوا على هذه، ما كيبقاش يدخل ليها النفس وعمرها ما كتحل. اين فوق غتهزوا هذه هكا كتحل خفن زرب. اذا مرحبا بكم، جيو بروفيتيو فيهم، هادو راه زوينين، هادو غزال ما بقاش فيهم بزاف ياك اختي. لي بواط اخرين باقي فيهم. الثمن ديال هذه 85 درهم اللي هي 1700 ريال. دائما كنبقى نجبد ان شاء الله بالدرهم وغنبقى نجبد بالريال، غنبقاش بالدرهم وغنبقى نجبد بالريال باش ان شاء الله الناس ما عارفينش الدرهم يحاولوا يعرفوا الثمن. كيقولوا بزاف كاين عندنا هاد لي بواط هادو كيجيو حتى هما على ثلاثه، كاينه فيهم الصغيره وكاينه فيهم المويان وكاينه فيهم الكبيره. الثمن ديالهم 35 درهم، والغطا ديالهم ديال السيليكون حتى هو، الغطا ديالهم ديال السيليكون. وليد اجا خويا عافاك شدي التليفون. الغطا ديالهم ديال السيليكون كيف ما كتشوفوا معايا يعني ما كيتنفسوش، رائعين جدا صراحه. الثمن ديالهم 35 درهم. كاين عندنا هاد القياس هادو حتى هما كبار، هادي نورمالمون كتهز 3 اطر ونص. كاين عندنا الكبيره هي هادي، وكتجي المويان ديالها وكتجي الصغيره ديالها. غير الصغيره ديالها كتهز تقريبا واحد اطر ونص اولا اطر و 800. نفس الموديل كاين عندنا حتى ديال السيليكون، الغطا ديالهم سيليكون. هاد الموديل مع هاد الموديل راهم بحال بحال ايدونتيك، الفرق ما بيناتهم غير في الغطا. هادو الغطا ديالهم عادي وهادو الغطا ديالهم سيليكون. الثمن ديال هادو الغطا ديالهم سيليكون كيجيو بيان سيغ سيري على ثلاثه، الثمن ديالهم 50 درهم. وكاين هادو هما حتى هما كيجيو سيري على ثلاثه، الثمن ديالهم 40 درهم. هاد لي بواط معلومه مهمه الاخوان، هي انهم كيداروا في الفريغو، كيداروا في الميكرون، كيداروا في الثلاجه، صحيين 100%، ديروا فيهم الماكله وانتم خاطركم مرتاح. مرحبا بكم. كاين عندنا هذا الباك حتى هو، شوفوا معايا تبارك الله، عندنا هذا الباك حتى هو زوين بزاف، فيه ثلاثه القياسات. هذه الكبيره كتهز نورمالمون 2.3 والمويان، وكاينه فيهم الصغيره. هذا الباك هذا كامل الثمن ديالو فقط 35 درهم، كيجي كامل 35 درهم. كاين عندنا هذا الباك حتى هو هو، كاين بزاف ديال لي باك صراحه. هادو قصار واحد شويه، الغطا ديالهم سيليكون، اللي غطا ديالهم دي سيليكون كيديروا 35 درهم، وكاينين الغطا ديالهم عادي كيديروا 25 درهم بحال بحال. غير الفرق اللي كاين دائما هو في هاد البوشون هادي في الغطا. مرحبا بكم، الثمن ديالهم 35 درهم. كاين عندنا هاد لابواط هادو حتى هما غنجبدوهم ان شاء الله. هادو كيجيو من لاماك بلاستار، حتى هما نفس القضيه، ميكرون، ثلاجه، اي حاجه، 100% صحيين. هادي كتجي مقسومه، الناس كيبغيو يديو الحلوى ولا كيبغيو يديو الماكله للخدمه ممكن يديو هادي في ميكرون. الثمن ديال هادي فقط 13 درهم، كتجي مقسومه. كاينه هادي هاهي حتى هي كتجي مقسومه، وفيها هاد العيبات كيتهزو هادي، وفيها هنا واحد الجلد ديال السيليكون باش ما كتنفسش، رائعه جدا. الثمن ديال هادي حتى هي 13 درهم، زوينه بزاف. كاين عندنا التويشيه هادي ديال الوليدات، فيها معلقه، حتى هي 100% صحيه. هاد الشيء الاخوان كيتباع غالي بزاف لي بارا فارماسي. والغريب والعجيب في الامر هو انه نفس الجوده، غتمشي لبارا فارماسي هادي هي غتلقاها بواحد 90 120، المهم نتوما راكم عارفين. عاد ميزات فاتحه كنبيعوا لكم فقط ب 18 درهم، 100% صحيه وميد ان تركيا. وهاد لا مارك راه معروفه الحمد لله على الصعيد العالمي، ماشي غير في المغرب عندنا. كاين عندنا هاد السيري ها هو ديال لي بواط، حتى هو من البلاستار، حتى هو كيجي على اربعه، فيه الكبيره اللي تابعها والصغيره. هاد الكبيره نورمالمون راه كتهز كنظن 2.1، اللي تابعها 1.2، اللي تابعها 0.6، واللي تابعها 0.3. هاد السيري كامل غزلان. السيري اختي واش 25 ولا 23؟ فكريني. 25 درهم، 500 درهم شحال كيدير هاد السيري هذا. مرحبا بكم. كاين عندنا هاد لابواط هادي، حتى هي كتجي من لامارك فولي لايف، فيها طرطاقات من هنايا، كتهز نورمالمون اطر وربع، زوينه بزاف. كنبيعو لكم 4 ديال الطاسات بحال ما هادو فقط ب 50 درهم، 4 ب 50 درهم.
كاين عندنا هاد القراعي ها هما ديال السكر واتاي والنعناع زوينين بزاف، كيجيو حتى هما من البليكسي كلاس، كاينه الصغيره وكاينه المويه وكاينه الكبيره، كيجي فيهم واحد الرجيلات هنا زوينين، والغطا ديالهم اللي عجبني بزاف هو ان الغطا ديالهم كيتسد مزيان، ماشي داكشي اللي كتعرفوها نتوما، سمع كيتسدوا مزيان تبارك الله. الثمن ديال هادو فقط 70 درهم، كيجيو على ثلاثه والثمن ديالهم فقط 70 درهم. كاين عندنا هاد لابواط بحال هذيك الصغيره اللي دوزنا، هذه الكبيره كتهز 3 ايترو، الاخرى كتهز ايترو وربع، هذه كنبيعوا جوج ب 25، جوج ب 1000 ريال، وحده ب 25 درهم. مرحبا بكم. كاين عندنا هاد لي بواط حتى هما كيجيو من لاماك فولي لايف، كاين عندنا هذه كتهز ايترو فاصله 8، الزوين فيهم انهم كيجيو فيهم ستيليك، كيجيو كوليس وهاد العيبه ديال سيليكون، الثمن ديال هادي كنبيعو ثلاثة بسعر اللي صغر منها شويه، هاهي كتهز ايترا وربع 1.25، حتى هي كوليس وهاد العيبه فيها سيليكون، هادي الشيء كامل كيتحيد كيتفصل كاع ما تخافوا عليه، كلشي سيليكون كلشي بلاستيك الحمد لله، ذو جوده عاليه وبلاستيك صحي، الثمن ديال هادي فقط 64 درهم. هاد الثمن الحمد لله كاين هاد لي زارتيكل كاينين في دي ماكازان قلال في المغرب، ولقيت هاد لي بواط هادو، لقيت هاد لابواط هادي كتباع ب 28 درهم، هادي حنا كنبيعو لكم 64 درهم، يعني كطيح لكم 15 درهم الوحدة، بيان سيغ ما كنبيعوش وحدة، ما كنبيعوش جوج، كنبيعو أربعة والفوق، 64 درهم ثمن هوتا، ما يمكنش تلقاو حتى في ثمن الجملة، مرحبا بكم. كاين عندنا هاد لابواط هادي كتجي من البلاستار كتهز إيترا ونص، حتى هي كتسد مزيان، وفيها هاد الجوان ديال السيليكون. وكاينه فيها واحد السليله هنايا باش كتصفي، هادي كتخدم الزيتون، كتخدم الكورنيشو، كتخدم شي حوايج زوينين اللي كيديروا في الثلاجه، المهم الحمد لله شي الناس كيبدعوا فيه. غنختم لكم بهاد لي بواط هادو اللي عمليين، كاينين بحالهم في السوق ديال البلاد، مي الفرق في الجوده وفي الكاليتي، الثمن ديال هادي فقط 15 درهم، وكاينه هادي كبيره هايا الثمن ديالها فقط 23 درهم. اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين سبع، حاولت نوريكم لو ماكسيموم ديال لي بواط اللي عندنا، باقي مازال كاينين دي موديل بزاف ديال لي بواط، كاينه التوشيات ديال الغونجمون ديال الثلاجه، كاين هاد العيبات هما ديال الثلاجه، غنحاولوا ان شاء الله نديروا واحد اللايف خاص بهذا البلاستيك الصحي ديال تركيا اللي كنحاولوا نوفروه لكم، كاين هاد لي بواط هما ديال الفريغو خاصين غير بالفريغو ما كيديروا حتى شي حاجه غير الفريغو، كاين هاد لابواط هادي هايا كتخدم لي بات ولا كتخدم هادشي ديال القطانيك زوينه بزاف، كنبيعوا لكم 63 درهم كامله بلاستيك صحي وفيها السيليكون، ممكن بزاف ما يتشاف هنايا، كاين هاد الموديل هذا، كاين ديال بيكنيك، كاين هادي ديال بيكنيك هي زوينه، هادي غنبينها واخا ما بقاش فيها بزاف، كاين هادي ديال بيكنيك رائعه صراحه، كتجي هاد لابواط هادي، ركزوا معايا على الجوده وعلى الثمن وشحال فيها تبارك الله، راه واحد الثمن خيالي جدا، كيجيو فيها 6 ديال الكيسان، كيجيو فيها 6 ديال المعالق، 6 ديال الفراش، 6 ديال المواس، وكيجيو فيها 6 ديال الطباس الكبار كاملين ميد ان تركيا، وبلا بواط ديالهم هي كتسد، الناس اللي كيبغيو عندهم الوداد كيبغيو يدوهم للبحر او للبيكنيك، الثمن ديال هادي فقط 70 درهم، زوينه بزاف، فيها كنظن 1 2 3 4 5 في 6 فيها 30، فيها 32 بياسه اللي كاينه فيها، والثمن ديالها فقط 70 درهم، رائعه جدا، غير هادي راه ما بقاش فيها بزاف الاخوان، قريبا غادي تسالى. كاين بزاف الحمد لله ما يتشاف هادشي ديال البلاستيك، كما قلت لكم غنحاول ندير لايف خاص بيه ان شاء الله، مي دابا غنجيكم للسلعه اللي حتى هي دايره طوندونس حاليا، وهما لي بلاطو ديال لينوكس، وغنشوفوا كاع لي موديل، الاخوان هاد جوج ديال لي بلاطو اللي واقف حداهم دابا، حنا غلطنا اليوم في الثمن، حنا غلطنا في الثمن، هاد البلاطو نورمالمون الثمن ديالو 130 درهم هذا اللي هازو. وهذا البلاطو الثمن ديالو 90 درهم، ولكن غنرجعو غنقول لكم علاش خليناهم نفس الثمن، مرحبا بكم. دونك غنبدا لكم هاد لي بلاطو هادو بالمعلومات المهمة ديالهم، هو أنهم كاملين كيجيو من لامارك أي إم دبليو في، هاد لي بلاطو الإخوان اللي كيجيو من لامارك أي إم دبليو في، كنعطيكم حنا في المحل ديالنا، كنعطيكم عام ديال الكارونتي، ديوهم خدموا بهم، إلا صداو لكم عام عام، إلا صداو لكم جيبو ردوا لكم فلوسكم. اما الشركه الاخوان كتعطي 25 عام ديال لا غارونتي، لان هاد السلعه كامله 100% اينوكس وجامي تصدي لكم. اول بلاطو غنبدا به هو هذا، هو اللي كيهز نورمالمون 12 كاس وبراد، تخدموه للشوا، تخدموه للسلاد، اي حاجه تخدموا ليها، الثمن ديالو 70 درهم. هذا المويه لانه كاين صغر منه، والكبير ديالو الثمن ديالو 90 درهم.
كاين عندنا هذا البلاطو ديال الشواده اللي فيه 70 سنتيم وثقيل تبارك الله الثمن ديالو 150 درهم. كاين عندنا هذا البلاطو حتى هو كيخدم للشوا وثقيل اللهم بارك ثقيل تبارك الله حتى هو دائما من لاماك اي ام دبليو كيخدم للشوا الكيسان اتاي لي سالاد اي حاجه. فيه 56 سنتيم في الطول ديالو رائع جدا الثمن ديالو 140 درهم. كاين عندنا هذا البلاطو كوكياجا حتى هو كيتعتبر صراحه من لي بلاطو اللي كيطيروا في المحل. كيدار فيه هنا لي صوص، كيدار فيه الحوت او دار فيه الشوا، بزاف د الحوايج. هذا نورمالمون هذا هو اطول واحد في الطول ديالو شي 80 سنتيم شحال كاين في الطول ديالو، يعني كي مترو قل شويه الثمن ديالو 180 درهم. وعاده كاين محبوب المغاربه اللي كيهز نص حولي 75 سنتيم، محبوب المغاربه اللي الناس كياخذوا ب 4600 5000 ريال كنبيعوه ب 170 درهم. ولكن اهم حاجه ماشي هي 170 درهم، اهم حاجه هو الجوده الاخوان، هي الكاليتي. هاد البلاطو كنعطيكم مع الكارونتي ديال عام، جامي يصدي لكم من غير لا توضر ولا عطيتي لشي وحده عندها شي عراده وديتو ما بقاش جابتو لك، ديك الساعه ما عندنا ما نديرو لك. اذا مرحبا بكم، غنرجع لكم ثلاثه ديال لي بلاطو هادو مهمين بالنسبه ليا. اول واحد غنبدا به هو هذا اللي كيجي فيه الكريستال، بلاطو كبير تبارك الله ورائع جدا، كيجيو بهاد اليدين ديال الكريستال 100% اينوكس. اي واحد خدا لي بلاطو وصداو ليه اولا خسروا ليه ديما كيعاني مع لي بلاطو، كنصحو هذا غسليها لالا بالماء، غسليها باش ما بغيتي كوني هانيه. الثمن ديالو 150 درهم، ثقوا بيا دايرين فيه واحد الثمن خيالي جدا. ولكن الاخوان هاد البلاطو هذا كاينين فيه 10 الكوليات بالحساب، وكل كوليه فيها 6 ديال لي بلاطو، يعني كاين فيه 60 بلاطو فقط. وهذا راه كيتقادى بالزربه، وللاسف فاش كيتقادى راه مده باش كيدخل، السلعه كتدخل من مصر نورمالمون، مده باش كيدخل على الاقل واحد 4 شهور. اذا حاولوا تبروفيتيو فيه، سيرتو كندوي مع الناس اللي مهتمين به، اما هو راه مبيوع بهذا الثمن، ولكن حنا كنبغيو لي كليون ديال المحل، وكنبغيو الناس اللي عاشقين هذا الارتيكل هما اللي يكونوا من السباقين اللي يفوزوا به. دابا غنجيكم البلاطو مود الزبله، هو هذا البلاطو مود الزبله. هذا البلاطو هذا نورمالمون كيدير لك 130 درهم، حاليا صراحه كنبيعو لكم كادو. أولا كنقدروا نقولوا أقل من راس المال ديالو. كيجي فيه نورمالمون الصغير، ما كنجيبوش الصغير ديما كيجي صغير بزاف. جبنا الموين وجبنا الكبير. نورمالمون هاد الموين هذا كنا كنبيعوه ب 90 درهم، هاد المرة ما عرفتش كيفاش ما رديناش البال درنا ليه 75 درهم، ولكن كنتحملوا المسؤولية ديالنا. حنا درنا ليه 75 درهم ودوزناه في اللايف اللي فات 75، يعني حنا كنتحملوا المسؤولية ديال الغلط ديالنا. جيو فوزوا به بهاد الثمن، لأن هاد الستوك اللي بقى فيه دابا ها هو هذا الستوك اللي بقى فيه دابا، كنظن شي 50 بلاطو اللي كاين هنايا، راه غيتقادى غيرجعوا للثمن الاصلي ديالو. وكاين عندنا الكبير ديالو، شوفوا تبارك الله، هذا كبير اللهم بارك، اللي كيهز 16 كاس وبراد، 100% اينوكس، متعدد الاستعمالات، كنا كنبيعوا ب 130، دابا 110 درهم، جيو فوزوا به. إذا مرحبا بكم، هاد لي بلاطو كاملين الإخوان، راهم جودة عالية، جيو فوزوا بهم، واللي داهم صراحة راه غيشكرنا عليهم. وغيعاود يجي، لان هاد السلعه هادي بعناها، وكيجي الناس كيجيبوا العائله ديالهم، كاين اللي كتجيب صاحبتها، والحمد لله. وهذا ما هو الا دليل على انهم جوده عاليه جدا وفيهم ثمن رائع جدا. كاين عندنا التواصل في النمره 30 36 40 45، النمره 30 كيدير 30 درهم، النمره 36 كيدير 40 درهم، النمره 40 كيدير 65 درهم، والنمره 45 اللي كبير كيهز 4 دجاجات الثمن ديالو 99 درهم، جيو فوزوا به مرحبا بكم. كاين عندنا التفصيل هذا النمره 32، النمره 30 اعتذر او 28، الثمن ديالو 3 ب 50 درهم، جيو فوزوا به. كاين هذا اللي صغر منه باقيين دايرين فيه التخفيض 3 ب 20 درهم، رائع جدا. عرفتي اللي كيبقى فيا في السلعه هذه هو فاش كتقاضى الناس كيبقاو يسولوا عليها بزاف. دابا دوزنا شي شهر دابا في اللايف وباقى فيها شي حاجه قليله، وباقي الناس دابا واش ما فيقينش ليها، راه غتقاده والله الا كيبقاو يسولوا عليها بكثره. مي هادشي الحمد لله ولفناه، جيو فوزوا بهم، راه غيتقاده وما غادوش يجيو. وفاش غيرجعوا راه غيرجعوا هاد الصغار اللي كنبيعوهم 3 ب 20 درهم، غيرجعوا 3 ب 1000 ريال. مرحبا بكم. كاين عندنا هاد لي بول هادو الثمن ديالهم فقط 10 درهم الوحده، رائعين جدا هادو ديال الزاج 10 درهم الوحده.
إذا مرحبا بكم مباشرة من محلكم ميزة فتيها عين سبع، جولة خفيفة إن شاء الله على البريستيج، ونشوفوا قراعي ديال العطرية، ونشوفوا الميناجير اللي كنا درنا فيهم التخفيض إن شاء الله. مرحبا بكم. كاين عندنا هاد لابواط الثمن ديالها 50 درهم، هادي تاهي 50 درهم، كاين عندنا هاد البورت لينكس 40 درهم، كاين عندنا هاد لابواط المربعة 50 درهم، كاين عندنا هاد البورت موشواغ 40 درهم، كاين هاد لي بلاطو هادو هما. غنسرحوا غنديروا لهم كاملين ثمن واحد فقط 40 درهم، هذا حتى هو غنديروا ليه 40 درهم، هذا حتى هو 40 درهم، كاين عندنا هذا الكاج الثمن ديالو فقط 60 درهم، رائع جدا. هذا البلاطو الصغير ما بقاش ديال 60 درهم، بقى ديال 80 درهم، والكبير 100 درهم. هذه الفراقه الثمن ديالها 70 درهم، كاين هذه الثمن ديالها 80 درهم، مرحبا بكم. كاين اللي كاج 50 درهم 70 درهم، والكبير كيدير 90 درهم. كاين هذا البريزونطوار اولا هذا البورت كيك الثمن ديالو فقط 60 درهم. كاين عندنا هاد البونبونيغ ديال الميطال الثمن ديالها فقط 55 درهم، رائع جدا. كاين هاد العيبات هادو كنبيع لكم ثلاثة ب 18 درهم، 10 ب 60 درهم. باكية ديال الكيسان كاملة ديال الأتاي فقط 10 درهم، باكية ديال الكيسان ديال العصير فقط 20 درهم. كاين عندنا هاد الكاس ديال الزعزع 6 ديال الكيسان ب 60 درهم، هاد الغراف باكية فيها ثلاثة الثمن ديالو فقط 10 درهم، الكاس كبير ديال الكابوتشينو باكيه فيها ثلاثة فقط 15 درهم، واللي خدا أربعة ياخذهم ب 1000 ريال مرحبا به. كاين عندنا هاد البريق رائع جدا، كنبيعو لكم 50 درهم، هذا 100% إينوكس كيخدموا به صحاب القهاوي، رائع وثقيل تبارك الله، الثمن ديالو 50 درهم، مابقيناش دايرين ليه 60 درهم دابا غير 50 درهم، حيدوا لنا هذه من هنا، جيو فوزوا به مرحبا بكم. لي بوياغ كاين عندنا ديال لينوكس، عندنا هذا الثمن ديالو 120 درهم، كاين هذا الكبير اللي كيهز إترو 700 الثمن ديالو 130 درهم، هذا الشيء إن شاء الله كما قلت لكم المفاجأة اللي غتكون في شهر 8، غتشوفوا معنا إن شاء الله بزاف ديال الحوايج اللي انتظرناهم جميعا إن شاء الله، مي تنقربوا هذا ندوي عليهم مرحبا بكم. كاين عندنا هاد اللعيبات هادو ما بقيناش جبدناهم سبحان الله. إزلان صافي نشوف معكم هاد العيبة هادي هيا وهاد الزياتة، صراحة زوينين بزاف وفيهم ثمن رائع جدا. اجي هاد الزياتة هادي يا سلام، شوفوا السليعة الاخوان اللهم بارك، قلب عليها قلب عليها في المغرب ما غتلقاهاش هادي، غتلقاها في بلاصة وحدة في علي اكسبريس، من غير علي اكسبريس والله ما تلقاها. انا حاليا باقا ما بانش ليا، ما غنحلفش بالله، مي حاليا باقا ما عمرها بانت ليا، كندور السوق كامل ما عمرها بانت ليا. شوفوا هاد الزياتة تبارك الله كي مديرة، رائعة جدا. نورمالمون هادي راه غتباع ب 60 درهم لواحد 10 70 درهم، حنا كنبيعو لكم هاد الزياتة فقط 35 شحال؟ 45 درهم، المهم ندير لها 35 درهم صافي، ندير لها 35 درهم. شوف اللهم بارك الزياتة رائعة وخيالية جدا 35 درهم. كاينة عندنا هاد التويشية هادي هاهي، هادي السكرية زوينة بزاف، كتجي ديال البورسولين فيها واحد المعلقه هنا ذهبيه رائعه جدا، هذه غنديروا ليها فقط 35، هي 35 درهم يلاه صافي، بحال الزياته بحال هذه 35 درهم 35 درهم. غنديروا ان شاء الله في اللايف جاي فكرنا غير نديروا شي باك لهاد اللعيبه هذه لان زوينه بزاف صراحه، كاين بزاف ديال لي موديل غنديروا دي باك زوين ان شاء الله وغنبينهم في اللايف اللي جاي، رائعين جدا وخياليين. مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزات فتيحة عين سبع، غنجيو للكيسان ومن عهد وفى، قلت لكم ان شاء الله غنقص لكم الكيسان. هاد الكيسان الاخوان اللي الناس كياخذوهم الجمله ب 60 درهم ابتداء من غدا ان شاء الله غنزلهم لكم فقط 55 درهم، هادو حتى هما 55 درهم. هاد الموديل عقلوا معايا على الزواقات باش ما يجبش الصداع، هادو حتى هما 55 درهم 55 درهم 55 درهم 55 درهم 55 درهم، هادو حتى هما 55 درهم. كاين هاد الموديل حتى هو 55 درهم، هادو اللي كبار ديالهم غنديروا لهم فقط 70 درهم 70 درهم، وهادو اللي مويان غنديروا لهم 55 درهم. كاين عندنا هاد الكاس حتى هو غنديروا ليه 55 درهم كاس كبير، بالنسبه لهادو الثمن ديالو 85 درهم، فيهم بروموسيون رائعه جدا صراحه، جيو بروفيتيو فيها لان الجوده ديالهم طالعه بزاف صراحه الاخوان. هاد الكيسان هادو شوف اللهم بارك، خليني من هذيك الصباغه ديال والو صراحه، سلعه راقيه جدا. اذا غنختم لكم اللايف الاخوان، ما نطولش لكم بزاف، بالقلايه الهوائيه الاير فراير للاسف 10 اتر ونص ما بقاتش، 10 اتر ونص ما بقاش للاسف، بقات عندنا فقط 9 اتر. قلايه هوائيه خياليه كتجيب تاكسيل، كاين عندنا غير ديال التاكسيل فيها لي بروغرام ديالها، كتهز 9 اتر
كتوصل حتى ل 200 دوغري سيليسيوز، فيها الزاجه من كيبالك الماكله لداخل واش طابش ولا باقا ما طابش. فهاد البروغرام ديال الدجاج، ديال اللحم، ديال الحوت، ديال الكيك، ديال الفريت، اي حاجه كطيب بلا زيت بلا حتى شي حاجه. نورمالمون الناس كياخذوا 5 ايطا و 4 ايطا، كياخذوهم ب 800 درهم، كياخذوهم ب 900. حنا كنبيعو لكم 9 ايطرو فقط ب 870 درهم، وباقي فيها عدد محدود جدا، جيو بروفيتيو فيها. اذا ما بقى لي غير نفكركم باننا كنتواجدوا في عين السبع في الدار البيضاء مباشره من محلكم هميزات فتيحه عين السبع. اللي بغى يجي عندنا مرحبا به. كاين لا لوكاليزاسيون في جوجل مابس، سينو يصيفطنا في الواتساب ونعتوا لي المحل. كنديروا لا ليفغيزون للمغرب كامل داخل كازا وخارج كازا. لا ليفغيزون داخل كازا ب 20 درهم وخارج كازا ب 35 درهم، المدن الصغار ولي فيلاج ب 45 درهم. وبالنسبه للجنوب العيون الداخله المسائل، لا ليفغيزون راها ب 60 درهم. باش نكونوا من دابا كلاخ، طنجه، اكادير، تيزنيت، المدن بحال ما هادو فقط ب 35 درهم. وبالنسبه للمدن الصغار، لان الترونسبور ما كيوصلش للمدن الصغار، كيكون جوج ديال لي ترونسبور كيولي ب 45 درهم، ما كيبقى بثمن زوين صراحه، لان كتاخذ كوليه كامله مخلطه اللي يقدروا يكونوا فيها 10 ديال لي زارتيكل، وكيوصلوك حتى لباب الدار، حتى لباب الدار فقط ب 35 او 45 درهم. راه بصراحه راه والو صراحه مقارنه مع السلعه اللي غدا كامله. البراد ديال 60 درهم راه تساله، بقى غير اللي كبر منه ديال 70 درهم، وبقى الكبير كاع النمره 16 اللي كنديرو ب 85 درهم. مي ان شاء الله ديال 60 درهم قريبا غيتوفر ان شاء الله، باش يستافدوا منه الناس اللي باقيين ما استافدوش منه. اذا كنتم مباشره من محلكم هميزات فتيحه عين السبع، ودمتم الثلاجه المحموله للسفر كاينه. الثلاجه المحموله لا ما جبناهاش اختي صراحه، اخويا اسمح لي اخويا يوسف، جبنا غير لي تيرموز دابا حاليا هما اللي كاينين هاد الساعة هادي. مرحبا بك اخويا يوسف، ما حالكم هذا؟ ودمتم في رعاية الله.